ديفيد اهلا بك. يعني بعض من يعني التراجعات طفيفه على الدولار من اعلى مستوياته في حوالي العام ونصف تقريبا، هل تعتقد بانه انتهى الرالي على الدولار ام انها فقط استراحه؟ أعتقد أن الأمر استراحة. إذا ما نظرنا إلى الصورة الكلية لمؤشر الدولار فإن هناك صعود قوي منذ مايو العام الفائت يوم الجمعة، وصل إلى أعلى مستوياته في 18 شهرا، وهذا يشير إلى قوة الدولار الأمريكي. بالطبع هذا يأتي بسبب التصريحات المتشددة من الفيدرالية الأسبوع الماضي حول أن البنك المركزي لم يستبعد رفع معدلات الفائدة وفي السبع اجتماعات هذا العام. إذا المحللون والبنوك الاستثمارية يفكرون في أن الفيدرالي سيرفع معدلات الفائدة سبع مرات هذا العام، ولكن فيما يتعلق بالأسواق فأنا تحتسب رفع معدلات الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2022. وعلينا نبقي في الاعتبار أن هناك تفاؤل حذر بالنسبة لشهر ديسمبر، وأيضا كان هناك إشارة إلى رفع معدلات الفائدة مرتين أو ثلاثة هذا العام. إذا حتى وإذا كان لدينا رفع أو خمس مرات من رفع معدلات الفائدة فهذا واقعي على اعتبار ما قاله الفيدرالي، وبسبب التجديد كلنا ما نشهده فيما يتعلق بالضعف أمس واليوم للدولار الأمريكي، إلا أن هناك اتجاه صعودي على نطاق واسع لا يزال مستمرا. وأعتقد أن هذا أيضا متأثر بما نسمعه من بنك إنجلترا وبنك المركزي الأوروبي، وهذا يشير إلى أن البنك الفيدرالي أيضا إلى حد ما حذر. يعني اليوم البعض كان يتوقع أن نشهد تحرك من البنك الأسترالي Reserve Bank of Australia، ولكن يعني لم نشهد رفع لمعدلات الفائدة. طبعا أنهى برنامج شراء الأصول، هذا كان متوقع إلى حد كبير. الأسترالي اليوم يعني حتى يرتفع أمام الدولار كباقي العملات الرئيسية، كيف يعني تتوقع الآن أن نشهد هذه العملة، عملة التي بعض يعتبرها ريسك كارنسي، أن تتصرف؟ أعتقد سوف نشهد استمرارا للحركة الصعودية على المدى القريب بالنسبة للدولار الأسترالي. كما ذكرت فإن البنك الاحتياطي الأسترالي لم يرفع معدلات الفائدة الليلة الفائتة، ولكنه أوضح أن التيسير الكمي سوف ينتهي في نهاية هذا الشهر. ولكن في نفس الوقت بنك الاحتياطي الأسترالي كان واضحا في لهجته وأنه يراقب الوضع، كما أنه أشار المستوى العالي من التضخم، وأشار أيضا إلى أنه يعتقد أن التضخم قد يعود أو قد يتراجع مرة أخرى حسب الحل الخاص بسلاسل التوريد. إذا يبدو بالنسبة لي أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الأسترالي سعيد أو راضي عن التعافي في الاقتصاد، ولكن أيضا قلق بشأن التضخم، وهو أعلن عن هذا الأمر، ولكنه لن يقوم بتجديد السياسة النقدية حتى الآن، لأنه يبدو أن الارتفاع في التضخم يتعلق بالمشكلات اللوجستية وتوقف سلاسل التوريد وليس بالتكلفة المرتفعة. وقد تحدث أيضا عن زيادة الأجور أنها معتدلة وليس قلقا بشأنها. إذا كان هناك تفاؤل إلى حد ما وتجديد بسيط، ولا أعتقد أنه سوف يرفع معدلات الفائدة في أي وقت قريب، ولكنه سوف أن الاقتصاد الأسترالي يتجه في الاتجاه الصحيح. ديفيد، عندما نسمع ما يقوله البنك الأسترالي أو الاحتياطي الأسترالي وأيضا البنك المركزي الأوروبي، هل تعتقد بأن هناك مبالغة في توقعات التضخم المستقبلية أم أن الوضع في الولايات المتحدة مختلف؟
أعتقد أن الوضع في الولايات المتحدة مختلف. التضخم في الولايات المتحدة ومؤشر أسعار المستهلكين وصل إلى 7% وهو أعلى مستوى في 4 سنوات تقريبا. وعلاوة على ذلك فهي تتجاوز المستويات المستهدفة الفدرالي 2%. وهناك سياسيون أيضا بدأوا في الحديث، وأيضا هناك اقتراب للانتخابات النصفية للرئيس بايدن، حيث أنه قد يفقد سيطرته على المجلسين في الولايات المتحدة، وبالتالي ستكون هذه مشكلة. وأيضا الأرقام الأخيرة للتضخم في أستراليا 1.3% على أساس ربعي، من الواضح أنها تشير إلى ارتفاع تكلفة المعيشة. ولكن بالنسبة لبنك الاحتياطي الأسترالي فإن هناك حظ سعيد، لأنه لم يصل إلى درجة ارتفاع التضخم لدرجة أنه يصل إلى مشكلة سياسية. فإن اللوجستيات ومشكلة سلاسل التوريد تنطبق على العالم بأكمله وستحل قريبا. وعلى اعتبار الوضع في أستراليا ومعدلات التضخم، فإن بنك الاحتياطي الأسترالي ليس عرضة للضغط كما هو الحال بالنسبة للاحتياطي الفدرالي. ديفيد مادم، محلل الأسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا.